الصلاة حبيب النبي صلى الله. صلى الحبيب النبي صلى يا جماعة. نخش على الفيديو ده أهم حبيب الله لكم يا جماعة. يصلى على سيدنا النبي. صلى الحبيب النبي وربنا يسترها يا رب. يا جماعة خير. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سمعونا صلاة الحبيب النبي يا جماعة. سمعونا صلاة الحبيب النبي كده. وحدوه. شغلنا بإذن الله داخل مزارة الحاج حسن أبو الحاج يا جماعة. معانا إن شاء الله بإذن الله 10 ذكورة من العيال الاثنين الأول. معانا المتوسط الموازين 255 كيلو. متوسط الموازين 255 كيلو. وحدوه. سمعونا صلاة الحبيب النبي كده. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين ابن عبد الله. افتح الباب ده يا باشا. صلى الله عليه وسلم. سمعونا صلاة الحبيب النبي يا جماعة بالله لكم. اللي يخش عليا في صلاة على النبي يا جماعة. اللي يخش عليا في صلاة على النبي يا جماعة في التعليق بعد إذنكم. صلى الحبيب النبي كده. بسم الله ما شاء الله. سمعونا الصلاة الحبيب كده. سمعونا الصلاة الحبيب النبي. بكرة سمنتال بيور. بكرة سمنتال بيور. معانا 10 ان شاء الله يا جماعة. ابدا مشروعك صح هنا. طبعا معانا بسم الله ما شاء الله التحويل من 2 ل 2.5 في اليوم. معانا التحويل من 2 ل 2.5 في اليوم. معانا درافيل يا جماعة. بكرة سمنتال بيور. اعمار تبدا معانا من 12 ل 13 شهر. بكره اسمنتال بيور الاعمار بتبدا معانا من 12 ل 13. متوسط الميزان كله 255. صلى على سيدنا النبي كده يا جماعه. الناس اللي بتشهد صلى على حبيب النبي. بكره اسمنتال بيور بفضل الله معانا فيهم الانجوز واحد بس. تمام. ادي معانا العدد 10. العدد 10 مجموع العدد في العدد في اللابون. لا العدد 10 بالصلاه على النبي. الصلاه على حبيب النبي. بكرة سمنتال. اللي عايز طلاق يا جماعه برضه ويدينا طلايق بفضل ربنا. بكرة اولاد استراد. بكرة هنا اولاد استراد بفضل الله. اللي عاوز طلايق موجود برضه فيهم طلايق بفضل ربنا. السلام حبيب النبي. سمعونا السلام حضرة النبي كده. الله هنا بقى يا جماعه المشروع الصح. ابدا مشروعك صح هنا بفضل ربنا. ارمي فلوسك في العمار. ارمي فلوسك بفضل الله في العمار. ارمي فلوسك في العمار. ارمي فلوسك في العمار وصلى لحبيب النبي كده. صلى لحبيب النبي. وحدوه. سفاين. معانا 10 سفاين بفضل ربنا. 10 سفاين بس انا عايز بس اللي معانا على اللايف. وصلى لحبيب النبي كده. يلا وتشارك معانا الفيديو ده. عايزين الفيديو يلف العالم كله ويقولوا لنا نصيب حاجه ان شاء الله يشوفها باذن الله. عايز الناس تقطع على اللايف ده بس انا عايز بس التعليق يخاف صلى على النبي بالله يا جماعه. عايزين التعليق بس. وعندنا الخليط يا جماعه برضه. عايز دكتور الخليط اي كلمه بفضل ربنا موجوده. اللي عاوز الدكتور الخليط برضو عندنا اي كميه بفضل الله موجوده برضو. عندنا جميع الكميات الخليط. اسعار 13 12 14 موجود. 5 موجود بالخليط. بيبدا السعر عندنا الخليط يا جماعه زي ما انتم شايفين. كام كلها بسم الله ما شاء الله برضو خليط عالي في توات. اللي عايز دكتور علاج استراد برضو متاح وموجود. هنصور 10 عشان ربنا يسترها بس يا معلم. هنصور 10 يا باشا. صلى الحبيب النبي كده. عايزين الفيديو يتشير. قولوا نصيف عايز يشوفوا عندنا برضه عجلات الماني بيور. عجلات الماني بيور. عجلات الماني بيور. وانا اسعار برضه هنا من 14 ل 15. عجلات الماني بيور. عجلات الماني بيور. واللي عايز سمنتال جاي سمنتال بيور النهارده برضه ان شاء الله يا جماعه. خليكم معانا على اللايف بقى. خليكم معانا على اللايف. كل الناس صلى على حبيب النبي كده. الله. وتشير الفيديو.
انا يا جماعه عايز انا تشوفون قدامكم لعيب مش عايز فرجه. انا عايز لايكات بس كده بسرعه يا حبيب النبي. يا عم انا اقول لك الاسعار اهو بقول لك السعر والله بس عايزين لايكات. انا عايز لايكات بس كده بسرعه يا حبيب النبي عشان ادخل ناس على البث مباشر عشان ده بس مباشر يا جماعه. قول لنا صيف عايز اشوف يا عم انت اللي بتقول بلاش الرغي انت على دماغي يا عم. حاضر والله حرام تجمع على القناة أنا غلطان لك سيري 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 ولا منك سيري قلبك ده سيري ولا فرج واحد واحد كده الله يا عم مش هقول لك يا باشا مش هقول لك السعر في الغاص والله وربنا هنقول السعر في الغاص احنا بنقول السعر على الملا الاعلى وبنعرف العالم كله السعر واسعارنا فضل ربنا معروفه الناس اللي بتقول السعر في الغاص يا جماعه احنا مش السعر مش الخاص احنا عايزين لايكات علشان ده بس مباشر يا جماعه ده بس مباشر مش فيديو لو فيديو اقول لك السعر والله في دقيقه ونص اما ده بس مباشر تمام صلى الله على النبي والله العد من ده بسرعه حتى ننقص عليك 30000 بسرعه على النبي 50000 الفرد والله ما ننقص عليك والله ما ننقص عليك 30000 بسرعه على النبي بس احنا معودين الناس على سعرنا الجميل هات يا عم رمح. يا باشا وفرجتكم يا باشا على الباب الاول وفرجت على الباب الاول دبابات ترافيل على المتوسط 255 كيلو متوسط الميزان 255 اللي عايز عيد يا جماعه ومعذور يذبح المعذور برضه يذبح من النهارده التصافي هنا معايا 70% بفضل الله التصافي هنا 70% بفضل ربنا التصافي هنا 70% اتكلم مين؟ يا معلم سام سعاده الباشا ابو عمر مالك حبيبي يا حس احلى بكى عليك حبيبي يا معلم حسام الله يستر معاك يا باشا اكبر عليه ثلاث شهور وانت قلت له يا معلم حسام تمام تمام يا معلم حسام المعلم حسام برضه يا جماعه المعلم حسام معانا على اللايف يا جماعه اهو برضه ربنا يجيبه بالسلامه بتقول يا معلم حسام اقوى مناعه مناعه السمنتال يا ريس اللي عندك ده اسباني مش اوكراني تمام ده سمنتال اسباني اللي عايز ادوه اوكراني العجل ينزل 5000 جنيه اجيب له بس ما تحوش ده عجل يعني ده عجل اسباني ده اسباني بيور نقي دم 100% يا ابو عمر وعندك قلت انا يا معلم حسام كام معلش؟ التحويلات من كام لكام يا باشا؟ تمام يا ابو عمر يعيش بجو حراره مئويه 55 تمام تمام يا ريس بس ما بالله عليك يا ابو عمر بس على المشاهد اللي معاك يا ريس معلم حسام يا جماعه بس على المشاهدين اللي معانا كلهم على الصفحه هنا على مشاهدين سوق بلدنا واحلى لايك خلينا على الحساب ماشي عشان ما نطولش على الناس نخش لهم في السعر على طول عشان ما نطولش على ايه على المشاهد. تمام. اللي عايز يا جماعه اللي عايز طلايق يا جماعه ان شاء الله برضه فيهم طلايق هنا برضه اللي عايز طلايق هيبقى فيهم طلايق برضه باذن الله. تمام. سامعونا طيب رقم التليفون يا جماعه مبدئيا كده مبدئيا صلوا على الحبيب النبي اما رقم التليفون 010 رقم التليفون 010 980 4 998 الرقم الثاني 010 22 53 78 46 اللي عايز يتواصل معانا رقم 010 60 35 18 94 صلوا على الحبيب النبي كده الله بكام بقى ال 10 دول عشان ما نضربش عليكم يا جماعه ال 10 درافيل دول متوسط الميزان من 250 ل 255 معانا معانا عد 2 ونص معانا عد 255 السعر النهائي يا جماعه السعر النهائي معانا صلى الله الحبيب النبي كده الله كده يا معلم السعر المتوسط ده كام يا جماعه صلى الله الحبيب النبي كده الله صلى على سيدنا النبي كده معانا السعر ان شاء الله المتوسط باذن الله ان شاء الله يا جماعه السعر ال 10 235000 سعر ال 10 235000 ان شاء الله سعر ال 10 يعني هيجيهم يعمل
235 يا معلم. تعالى يا عمده كده. والله ما عندهم احسن من 30,000. تلاقين. شايف العج؟ اللهم صل على النبي. الله يحرسك من العين روح، الله يحرسك من العين الوحشه. الله يحرسك من كل عين وحشه يا رب، الله يحرسك من كل عين وحشه يا رب. الله يحرسكم من كل عين وحشه يا رب. البيت 25 عندهم عام 23,500 تمام، يعني البيت 35,000 يا جماعه، 35,000 يا عمر، يعني المتوسط معانا 23,500. والله لو كل شيء عندهم احسن، الله كده يجيبوا احسن من 30,000 يا جماعه. يعني المتوسط معانا الدرافيل دول العج احسن من 10 بفضل الله. الواحد ابرك من 10، الواحد ابرك من 10. الناس اللي عايزه تطلع طن، الواحد ابرك من 10، العج ابرك من 10 قسما بالله. يبقى السعر هنا 23,000، وكان يا معلم 235,000 ل 10 يا جماعه، 235,000 ان شاء الله السعر النهائي باذن الله، 235,000 السعر النهائي خالص. لا يا معلم ابراهيم، خش يا معلم على الخلايا. سمنتال بيور اسباني بفضل الله من داخل مزرعه الحاج حسن ابو الحاج. سمنتال شايفين يا جماعه عجل كتله بتاع الدار، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على الحاج النبي. درافيل صلى على الحبيب النبي، اللهم صل على الحبيب النبي، اللهم بارك، اللهم بارك يا رب. الله ربنا يا رب يبارك لصاحب النصيب. صلى على الحبيب النبي. يا جماعه ده اسمنتال بيور اسباني مش اوكراني، ركزوا معانا. الاوكراني بسعر يا جماعه والاسباني بسعر. ده عج اسباني يعيش في اي مكان بفضل الله. ده ذكر اسباني بيعيش في اي مكان في الدوله. لو درجة الحرارة 55 هيعيش فيها، في عز التلج بيعيش ما بيهموش. وده عج بفضل ربنا تحويله من 2 ل 2.5 باليوم، من 2 ل 2.5 باليوم. اللي يعني اللي مش أكل كويس 2 كيلو، الأكل المظبوط 2.5، تصافي 70%. تصافي 70%. وعج في صحة ومناعة بسم الله ما شاء الله. وعجول تنفع طلاق يا جماعة، عجول تنفع طلاق بفضل الله. عايز كل راجل محترم يصلي على رسول الله أبو عمر بس. اللهم صل على الحبيب النبي. تعال اللهم بارك يا رب لصاحب النصيب وصاحب المال. سمنتال بيور اسبانيا يا جماعه بفضل الله. السلام عليكم. اللهم بارك يا رب. ارفع يا ابو عمر. جمبوات جمبوات. واللي عارف قيمه العجل ده يا جماعه اقسم بالله والله ب 30,000 بخسرها في الفلوس. على الغلا اللي احنا فيه ده والاسعار والمزارع كلها فاضيه وكله بدخل بايم. على الغلا بفضل الله اللي احنا فيه ده، يعني العج قسما بالله ما خسرها في اي فلوس. دخل يا معلم ابراهيم. واللي عايز خلاط برضه يا جماعه متوفر عندنا خلاط ان شاء الله. ده ب 50,000 واحد. ده ب 50,000. سامح يا ابراهيم. 50,000 واحد. وادي العايز دكوره برضه خلايط. ونقول له اسعار، اديني اسعار كمان عج عج كده على طول. يلا صل على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. دي اسعارنا يا معلم تبدا من 12 ان شاء الله. من 12 ونص لكام؟ لحد 17,000. يعني السعر بيبدا من 12 ونص لغايه اكبر عجينه ب 17,000. ده بكام؟ ب 14,250 يا معلم. ده ب 14,250. يعني العجل بالزبعه ده يا جماعه. ايه بالزبعه ده؟ يعني العجل خشن اهو ب 14,000 اهو. تمام الخشن ده. واللي جنبه ب 16,200 يا معلم. واللي جنبه ده 16,200 تمام؟ تمام. والصور ده يا معلم برنامج. الصور ده بكام؟ الصور ده بكام؟ كم؟ 12,800. والبنط ده 14,500 تمام. يا جماعه عندنا متوسطين اسعار
16300 ذكر ده. اه احسن من 18000. يعني انا هسرق الالات تبدا من 12500 لغايه اكبر عندنا 15000 16000 المتوسط 14000. معايا واحد بقى. يعني دول يا جماعه مثلا معانا حوالي من 25 ذكر. لو نقول المتوسط معانا هيبدا المتوسط من 14 14 ونص 15000 14000. خليط سمنتال، خليط براون، جميع الخلايا موجوده هنا برضه. اللي عايز ذكرها ولابس استراب برضه موجود. اللي عايز نتفي خليط ب 10 ب 10 ونص برضه موجود. اللي عايز ذكرها يا جماعه، اولاد استراد موجود برضه بفضل ربنا يا كمان ان شاء الله. من داخل مزرعه الحاج حسن ابو الحاج المحافظه ان شاء الله المنوفيه. جوزنا قريه عرب ابو ذكر الحاج حسن ابو الحاج، التليفون 010 980 4 998 010 2253 78 4 6 اللي عايز يتواصل معانا. باقي ما تخافوا التحصين بفضل ربنا، كل التحصينات واخداها. ابو عمر معانا برضه 010 يا جماعه 22 53 78 4 6 للتواصل معانا بفضل الله. 010 22 53 78 4 6 اللي عايز يتواصل معانا. اللي عايز نتات يا جماعه بيور. اللي عايز نتات يا جماعه بيبتدي معانا السعر انا من هنا من 14. البيور في قدها يا جماعه مرتين الخريطه اهي. دي عجله خريطه اهي. تمام؟ دي عجله خريطه اهي. قدها مرتين اتنين اهي. والسعر بتاعها كام؟ 11850 11850. اما دي عجه يا جماعه بيور اللي هنا البيور بيبتدي السعر معانا من 14 و15 العجات البيور من 13700 لحد 15000 ان شاء الله. تمام؟ الخلايط الخلايط معانا اقل بفضل الله برضه. اللي عايز خلايط برضه موجود بهم خلايط ان شاء الله النهارده. اسعار ساعات وعشرات برضه موجود نوتي خلايط. تمام. يبقى ان شاء الله جماعه المحافظه باذن الله المنوفيه. وسنا قريه عرب ابو ذكري الحاج حسن ابو الحاج. شكرا اليكم على حسن سماعكم معانا، وفي امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.